يقول السائل: رجل طاف بالكعبة ولما وصل الركن اليماني قبله وسجد عليه ظنا منه أنه الحجر الأسود، فما حكم من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا؟ لا حرج عليه، هذا تقبيل الركن اليماني هذا خطأ، ولكن إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وأيضا هو يظن أنه الحجر الأسود يعني ما تعمد الشيء. هذا الركن اليماني يشرع استلامه فقط، مسحه باليد فقط، ولا يقبل ولا يشار إليه، إذا لم يتمكن من الوصول إليه ما يشير إليه مثل الحجر، بل يمضي. نعم.